في ساحة الاحتفالات الكبرى وتحت قوس النصر، احتفلت الدولة العراقية بعيد تأسيس الجيش العراقي الثالث بعد المئة، استعراض عسكري بمشاركة جميع القطاعات المسلحة العراقية وبحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. اليوم كان هناك استعراضا عظيما للجيش العراقي، حضره السيد القائد العام للقوات المسلحة، هنأ من خلاله جيشنا البطل الذي قدم أروع الملاحم البطولية في التصدي لعصابات داعش الإرهابية. هذا الانتصار العظيم الذي أرجع الحق إلى نصابه، فألف مبروك لجيشنا العراقي وألف مبروك لشعبنا العراقي. من طائرات F-16 المقاتلة. ممارسات ومناورات جوية قام بها طيران الجيش العراقي في سماء بغداد، وعلى الأرض استعراض للعدة والعدد لكافة الصنوف العسكرية. أكيد اليوم احنا نتكلم عن جيش عراقي قوي يحتل المرتبة الرابعة عربيا و45 عالميا، وهذا مهم جدا. من خلال هذا الترتيب نستطيع أن نقيم أداء الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية. لدينا رؤية ولدينا استراتيجية ولدينا تخطيط لرفع هذا المستوى وهذا التسليح من خلال ما نمتلكه من إمكانيات وقدرات، خصوصا بعد أن حققنا النصر على تنظيم داعش الإرهابي. يمتلك العراق أكثر من 350 ألف مقاتل ضمن قطاعات الجيش بمختلف صنوفه. خبراء الأمن يرون أن تطوير تسليح الجيش وتعزيز دفاعاته يرتبطان بشكل مباشر بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.